يلي إذا فينا نقول عم نعيش حاليا زمن الانهيار، فيلي ضمن الرأي العام وعالم الدراجات الهوائية وحتى الرياضة بشكل عام لسنين طويلة صار هدف بالوقت الحالي الانتقادات كتير لازمة، وتحولت النظرة للشمات البعض أكيد، وتحولت نظرة إذا فينا نقول التقدير والإعجاب بجوائزه وبمهاراته تحولت لانتقادات كتير كبيرة بالصحف، وكتير انتقدوا إنه أخلاقه صارت بعيدة عن الأخلاق الرياضية المعروفة. على كل حال يلي ما بيعرف مين هو لانس أرمسترونغ، بعد ما انت مشهور لانس أرمسترونغ، بس كل شيء عم نشوفه يعني 15 شخص من فريقه قدموا إفادات ضده، ماركوس سابقا نفس الشيء، حتى هو ما دافع عن حاله بالطريقة اللي لازم كان يدافع فيها عن حاله، يعني هو اكتفى بس بنقول إذا فينا نقول إنه أنا ما أخذت منشطات. هلا قلت ما دافع عن حاله، توقف، طلع قاعد بتحكي. بس لازم أقول شغلة، وقت ما أصدرت الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات إنه لازم يجرد من ألقابه، ما تم تجريده من ألقابه رسمياً. بآب الماضي، من فترة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية صدق على قرار الوكالة وقال من بعد حقه بالفعل تم تشريده من الألقاب السبعة من تور دو فرانس، وأيضا يجب إيقافه مدى الحياة. طيب رح يستأنف الحكم هو أم لا؟ أنا عرفت إنه لا ما رح يستأنف الحكم، هيك حسب ما قريت وحسب ما شفت إنه ما رح يستأنف الحكم. تور دو فرانس هي لانس أرمسترونغ أسطورة بالتور دو فرانس بفرنسا. الفكرة هي إنه أنا أول شيء استغربت إنه هلا قرروا إنه يجردوه من اللقب ويضيع كل هالمجد اللي ناله على مدى السنين لأنه ربح البطولة سبع مرات. الفكرة هي إنه مين حيكون البطل لهالسبع سنين اللي هو حاس فيهم بطل التور دو فرانس؟ سؤال كثير محله شيماء. الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية قال ما رح يكون في ولا فائز من عام 1999 لحتى عام 2005، يعني ما في فايز بتور دو فرانس بين 99 لحد 2005. بس المرتبة الثانية ولا حتى الشخص يعني المرتبة الثانية ما في فايز بالمرتبة الأولى؟ لا ما في. اجمالا بأكثر رياضة اجمالا بكثير بكل رياضة مسؤول الثاني بيصير يحطوا الأول بس مش بتور دو فرانس، مش بتور دو فرانس اساسا بيها عليتهم. لا بس كيماغا صارت كيماغا سموا الثاني على الأقل كمشوا إنه هو عم بيتعاطى المنشطات لأنه كانوا عم بيستعمل عم بي يعني الطرق، وكانت مثل ما كنت عم بقرا عن هيثم طرق جدا تعقيدية أي حدا يقدر يكشفه. فهيك كنت بدي أسألك إيه كان قبل كانوا مقسومين الناس، يعني الناس عم بتدافع عنه كثير ومعه للآخر إنه لا لازم يضل عنده اللقب لربحه، يعني هو في ناس كانت دائما إنه ضده وعم مبسوطين بهذا الشيء اللي صار بأرمسترونغ، بس اكيد في عالم في كثير مثلا شركات رعاه سبونسرز تركوه، قالوا نحن كنا عم ندعم كل هالفتره شخص وعم ندعمه، حتى ليفسترونغ اللي هي الجمعيه تبعه تبع مكافحه السرطان هلا تراجعوا وبطلوا يدعموه اكثر، بطلوا يدعموه هو يعني صاروا تقدر بعتقد ب 90 مليون دولار، هالقد أرمسترونغ اخذ مصاري من وراء الدرجات الهوائية. هذا الموضوع بنحكي فيه لبعض. لما عارف انه كل هالألقاب اللي نالها على مدى السنين لسبع سنين اخذوها منه شو هيدا الشيء بأكد انه اكثر انه هو يمكن عن جد كان عم يتعاطى منشطات، لانه أرمسترونغ تقبل هذا الموضوع يعني على تويتر قام كان حاطط اشارة انه هو الفائز بلقب تور دو فرانس سبع مرات اعتقد، شالها عن تويتر وحط على تويتر انه هلا هو هدفه يربوا ولاده ورح يمارس رياضة السباحة أو الجولف، وحتى استقال من منصبه بليفسترونغ اللي هي المؤسسة تبعيته تبع مكافحة السرطان، وقال إنه يمكن هذا الشيء بيأثر سلبا على سمعة هذه المؤسسة فما بده يأذيها، فأيضا انسحب منها بطريقة. بتعرفي كيف بعرف مثل العادة في الإنجليزي؟ كنت عارفه إنه مصري. هلا هيثم بهالفيديو هو شاب مصري اسمه مصطفى إسماعيل، مظبوط مصطفى إسماعيل عمره 24 سنة، ودون اسمه بآخر
بيكون كتاب النساء القياسية بأكبر عضلة ذراع أو إيد إذا فينا نقول مظبوط. قضى 10 سنين يدفع الحديد مرتين باليوم لحتى أصبحت عضلة إيده بتوازي تقريبا لوجه شخص عادي لإنسان شخص عادي يعني لهالقد عضلاته. هلا حد الفيديو اللي بيحكي لحاله ضخامة عضلاته بتذكرنا بشخصية كرتونية اللي هي مظبوط شكله بيكبر سبانخ كثير هيدا الشيء. أنا سألت حالي هالسؤال وعملت ريسيرش قصدا أشوف إنه هل هالقد بيشبهه؟ طلع لا ما بياكل أبدا سبانخ، ما بيحب أبدا سبانخ، بس ليك شو بياكل؟ بياكل مصطفى كل يوم 6 وجبات بتضم أو سمك وأربع كبايات لوز بالإضافة لكثير من البروتينات. يعني تخيل إنسان يعني أكيد مش عامل عمليات أما هلا يمكن خلينا نشوف الفيديو نرجع نحكي بهذا الموضوع. كبيرة كانت عم تلاحقه بالفترة الأخيرة لمصطفى وكان إنه أكيد ما في إنسان طبيعي فيه يوصل لهالحجم من العضلات، وكان عم بيقولوا إنه أكيد عامل عمليات وأكيد عامل كتير قبل لا يصيروا عضلاته بهذا الحجم. راح من اليابان بفحص ليشوفوا قد ايه اذا كمان مثل ارمسترونج عامل او ما في ولا اي اثر لاي عمليه ولا حتى قبر ولا حتى شيء ابدا ابدا. فطبيعي 100% انه جسمه منه بيشتغل هو اكثر شيء يعني على عضلات ايديه لا صاروا هيك. هلا الدنيا ازواج عندنا فابريس موامبا. فابريس موامبا هو لاعب كرة قدم انجليزي عمره 23 سنه تعرض لحاله اغماء اللي عم بتدلع بقلبه اللي بتدلع عم بترافقه اعتزل ب 15 اب الماضي. على كل حال خلينا نتذكر لحظات وقت ما وقع موامبا على الارض بالمباراه ونرجع نحكي خبر جديد هلا عن موامبا. تجوز من صاحبته يلي هي صديقته شونا ماغوندا حفل زفاف كان كثير كبير شارك فيه نجوم لاعبين الفوتبول من كافه انحاء العالم. هلا خبرك الاخير مضبوط تعلق بالرياضة هيثم وتحديدا بالإدمان. فاللي رح نشوفه هو شاب اسمه أندري. الشاب كتير متعلق بالطابة لدرجة انه وين ما بيظهر بتكون معه الطابة وتحولت معه هيدي الشغلة لإدمان لا اللعب